سالي، أنت لست منذ الآن وريثة لمناجم الماس أو غيرها، ولهذا ستتركين المعهد. أنت مطرودة، اخرجي الآن. مولي، جيمس، لقد قررت أن أوقف هذه الحفلة السخيفة التي أقمتها لتلك الفتاة. نظف المكان. حسناً آنسة منشن. مع أنها رائعة، فعلاً كانت حفلة جميلة. لا تصدرنا ضجة، يجب أن تعدنا إلى غرفكن الآن. أختي، أنا أيضاً لا أعرف ماذا سأفعل، ستقولي لا أعرف. ماذا سأفعل بهذه الهدية؟ أصبح الوقت متأخراً لتقديمها. من الأفضل أن تحتفظن بها. عيد ميلادك لافينيا قريب. أخبرت الفتاة الصغيرة كل شيء عن قصة والدها، أليس كذلك؟ بالطبع فعلت ذلك، قلت لها كل شيء، ولو لم تركض إلى غرفتها لقلت لها ذلك بقساوة أكبر. جيد جيد، شكرا لك. سأبدأ أنا الآن الخطوة التالية يا آنسة منشن. الخطوة التالية؟ آنسة منشن، أنا وكيل كروي في لندن، يجب أن أخذ الخطوة التالية. نعم التالية، وأتخلص من جميع ممتلكاته، بمعنى آخر جميع ممتلكات الآنسة الصغيرة. ماذا؟ لي استثمار مالي مع كروي المفلس مثلما أخبرتك في المرة السابقة. باختصار، لدي حق قانوني بحجز ممتلكاته، ممتلكات الفتاة الصغيرة، لأن لي الحق. سترين. أنت متأكد؟ نعم، سأجعلك تصدقين ذلك. هاي سالي، افتح الباب. سالي، سالي، الفتاة ستأخذ كثيرا من وقتي. لديك مفتاح آخر؟ ها؟ نعم يوجد. سالي، ظننتك تبكين، لكن لا يظهر عليك ذلك.
كان يجب أن يقال لك من قبل الأنسة منشن عن سوء حظك يا صغيرتي. حسنا، لقد أعطيت والدك نقودا قبل وفاته، ولهذا رتبت مع الأنسة منشن أن أستلم جميع ممتلكاتك الموجودة وغير الموجودة. من فضلك. آنسة منشن، إن فكرة شراء كتب ثمينة لطفلة كهذه. يا له من والد غبي. وهذا الكرسي الهزاز. وهذا المكتب الثمين للدراسة، والكرسي والطاولة والكنبة، وهذا السجاد أيضا. سيد بارو، هذه الصورة من ممتلكات المعهد. حسنا، أظن ستكون صورة جيدة. لابد أن الذي رسمها فنان مشهور. ها؟ لا، لا أفكر أن أستولي على ممتلكات المدرسة يا آنسة منشن. سالي، 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 سالي. ارحمني يا إلهي، يجب أن أتخلص منه أيضا. إنه بونابرت ببغائي، أحضرته من الهند مع أبي، أرجوك لا تأخذه مني، أرجو. سالي، سالي، سالي. طائر غبي مثل هذا ولا يقول شيئا آخر سوى اسم كهذا، لا يباع بسعر زهيد. لا، بونابرت، ماذا ستفعل به؟ سالي، سالي. في الخزانة كثير من الملابس الثمينة. هذه الخزانة لا تليق بفتاة، وهذه الطاولة، وهذا السرير. حسناً آنسة، أنا سأرسل رجلاً ليستلم الأثاث، لا تلمسيه حتى ذلك الوقت، مفهوم؟ أرجوك انتظر سيد بارو. أظنك تعرفين بلا شك آنسة أن الستائر والسجادة من ضمنهم. انتظر لحظة أرجوك. سالي، لا تنسي أن جميع هذه الأشياء لن تكون لك بعد اليوم. حسناً آنسة منشن، هل نذهب الآن؟ هيا بنا يا آنسة، هيا. سالي، 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 سالي. هل حصل شيء للآنسة الصغيرة سالي؟ الآنسة الصغيرة، الآنسة الصغيرة يمكن أن تطرد من المدرسة. إذا حصل شيء من هذا القبيل للآنسة الصغيرة سأحزن عليها، سأحزن عليها. مسكينة يا سالي. ستطردين الفتاة الصغيرة؟ هذا طبيعي؟ هل هناك طريقة ممكنة أخرى سيد بارو؟ ولكن حسب معلوماتي لا يوجد للطفلة أي أقارب أو معارف، لا أحد مسؤول عنها سواك. تغطي خسارتك أنت يا سيد بارو، وتدعني أقوم أنا برعايتها، أليس كذلك؟ لن أقوم بعمل متهور وأطردها آنسة. عمل متهور؟ بكل تأكيد، إذا علم الناس أنك قمت بطرد تلميذة مفلسة بسبب إفلاسي وموت والدها، سيخسر هذا المعهد الكثير من سمعته، تذكري ذلك. لا، مستحيل. اقبلي بنصيحتي،
آنستي الأفضل أن تبقيها وتستغليها هنا. أظن أنها ستكون فتاة ذكية، ستكسبين منها الكثير. كيف تتجرأ يا هذا؟ كدت أنسى أخذ شيء مهم. أنت امرأة ذكية، كدت أن أنسى. حسنا، إلى اللقاء يا آنستي، إلى اللقاء. سريح، حصل شيء خطير للآنسة الصغيرة. ماذا سنفعل؟ لا أعرف ماذا سيحدث لنا أنا وأنت. ها؟ ماذا يحدث؟ اصمت، سريع. أحضر المهرة والعربة، هيا بسرعة. ماذا؟ لكنه ملك للآنسة الصغيرة. دعك من ذلك الآن. انتظر، أرجوك. سريع، مهر الآنسة الصغيرة. أرجوك، أعد. لا تزعجني، ابتعد. لقد امتلكت المهرة والعربة اليوم. أنت مطرود، اغرب عن وجهي. هيا هيا. انتظر، سريع سريع سريع. متعن سريع. أختي، أظن أنها قساوة من السيد بارو أن يستولي على ممتلكات الآنسة سالي. إيميليا، كان يجب أن نحصل على الأثاث وعلى كل شيء قبله. كان يمكن أن نعوض بعض الخسارة التي لحقت بنا. أختي، أنت أيضا تقصين على الآنسة؟ لا تناديها بلقب آنسة، مفهوم؟ نعم، حاضر. إيميليا، تعلمين أن هناك بعض الملابس القديمة التي تتركها الطالبات. أحضر البالي منها وكذلك حذاء. ألم تفهمي بعد؟ الفتاة الصغيرة ما زالت في الثوب الثمين الذي اشتريته لها لتحتفل به. أيها المشاغب، إلى أين ستذهب؟ اتركني، لدي عمل مع الآنسة الصغيرة، اتركني. آنسة منشن. جيمس، تعال معي. حاضر آنسة منشن. آنستي، سريح، لقد أخذه السيد بارو. ماذا نفعل الآن؟ أعرف بيتر، أنا شاكرة لعطفك على سريح وأيضا على اهتمامك به. عفوا. وأيضا على خدمتك الممتازة لي. شكرا. أنا لا أريد شكرا، أنا لا أهتم بنفسي، ولكنني قلق عليك يا آنسة سالي. بيتر، أنا ممتنة لشعورك، ولكن يجب أن أترككم قريبا. ماذا؟ أنا لن أستطيع البقاء في هذا المعهد أبدا. آنسة منشن. بيتر، من سمح لك بالحضور إلى هنا؟ آنسة منشن، أرجوك لا تطرديها من المعهد، أرجوك أرجوك. بيتر، أنت لست سائق سالي بعد الآن. جيمس، أطرد. بكل تأكيد أنت مطرود، أخرج من هنا. هيا تحرك. هيا. ماذا تفعل؟ أتركني آنسة سالي. أتركني بيتر. آنسة سالي، اتركني. تحرك. اتركني آنسة سالي، اتركني. ماذا تفعل؟ اتركني آنسة سالي، دعني آنسة سالي.
سالي، هنالك شيء أريد أن أقوله لك، تعالي إلى غرفتي. حاضر يا أنسة منشان. افهميني يا إيميلي، يجب أن نغادر هذا المكان الآن. هذا الكرسي الذي كنت تجلسين عليه لا يخصنا بعد اليوم. حسناً، دعينا نلبس هذه الأشرطة حداداً على أبي ونغادر من هنا. ادخل. أنا مندهشة، لأي سبب أحضرت لعبتك معك؟ أرجوك لا تأخذي لعبتي مني، أرجوك دعينا نذهب معا. إلى أين ستأخذينها؟ لا أعرف، لكنك أخبرتني أن أترك هذه المدرسة وأغادر. لقد قلت ذلك فعلا، ولكن هل تظنين أن فتاة مثلك يمكن أن تعيش لوحدها في لندن؟ لقد قررت أن أبقيك في هذا المعهد. لماذا أنت مندهشة؟ هل ستبقيني هنا فعلا يا أنسة؟ لقد أصبحت وحيدة في هذا العالم، وإذا لم أبقيك أنا من باب الإحسان فلن يساعدك أحد. شكرا لك يا أنسة منشن. بشرط أن تعملي في هذا المعهد. نعم حاضر أنسة منشن، إذا سمحت لي بالبقاء سأفعل ما تريدينه مني. حسنا، أعرف أنني أستطيع أن أعلم لوتي والأخريات الفرنسية، فهن يحببنني كثيرا. ماذا تقولين؟ تدرسين اللغة الفرنسية؟ ما هذه السخافة؟ ستعملين في المطبخ اعتبارا من الغد تماما مثل فيكي. أنا متأكدة أنك قلت أنك ستفعلين أي شيء لأبقيك هنا، ويجب أن تشكريني على ذلك. شكرا جزيلا لك يا آنسة منشن. هذا جيد، والآن اخلعي الثوب والحذاء اللذين اشتريتهما. هيا خذي البسي هذا. ها. لقد تركتها تلميذة لم تعد تستطيع أن تدفع المصاريف وطردت من المدرسة. هيا البسيها، أنا متأكدة أنها تليق بك الآن. ماما سالي. لقد قررت أن أخرج سالي كروي من هذه المدرسة، لكنها ستعمل في المطبخ كخادمة. هيا عودي إلى غرفتك. آنسة سالي أرجوك لا تذهبي إلى هذه الغرفة، هذه أوامر الآنسة منشن. غرفتك ستكون في العلية بجانب غرفة فيكي، وتصعدين من هذا السلم.
ذلك أنسة إيميليا. والآن هل تردن أن تكون صديقات لسالي هذه؟ لا، لم أكن صديقتها في يوم من الأيام، وأنت تعلمين هذا صحيح. كنا صديقاتك في جميع الأوقات وليس صديقات سالي. وتقسو الدنيا على سالي، وتغادر وصيفتها ماريات المدرسة، وتجد الآنسة منشن فرصة لإذلالها، وكذلك تفعل لافينيا. فماذا سيحدث؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة. So